قطاع، وعلى الأقل توضيح الأمور فيما يخص يعني حقوق الصحفي المهنية والاجتماعية. أريد التركيز معك على نقطة تدخل الدولة في هذا الفترة الحساسة بالضبط لتنظيم القطاع، ما رأيك؟ أتفق مع فيصل إلى حد ما، ولكن باعتقادي الخاص أنه على الصحفيين أيضا أن يتنظموا وأن يترتبوا وأن ينظموا ويهيكلوا أنفسهم. من غير المعقول أنه بعض الجمعيات تنظم أنفسها أفضل يعني من ممارسي الصحافة. من غير المعقول اليوم أنه من هب ودب يعتبر نفسه صحفيا. اليوم لا نعرف من هو الصحفي في الجزائر اليوم سنة 2020، لا نعرف إن كان الصحفي الذي يشتغل مهنة ثانية إلى جانب الصحافة هو صحفي، لا نعرف إن كان من يحمل ميكروفونا ويخرج إلى الشارع هو صحفي، لا نعرف وضع هؤلاء المغنيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين احتلوا القنوات التلفزية والبرامج التلفزية، هل هؤلاء صحفيون أم ماذا؟ اليوم لا نعرف من هو الصحفي في الجزائر. قبل نحو 6 سنوات استلمونا بطاقة الصحفي المحترف في الجزائر، هذه البطاقة يمكنني القول بعد 6 سنوات أنها بدون أي جدوى شخصية لم تفيدني في أي يوم ما، ولم أستعملها تقريبا في أي يوم ما. باعتقادي الخاص أنه على الصحفيين أن يتنظموا وأن يترتبوا وأن يهيكلوا أنفسهم وأن ينظموا وأن ينظفوا، خاصة ينظفوا قطاع الصحافة في الجزائر. لكن نجم الدين يقول أنه هذه البطاقة بطاقة المحترف جابت لكم الكثير من الامتيازات، هكذا يقال على الصحفيين. شخصيا ما استفدت من حتى شيء كصحفي، ما استعملتهاش ربما في الكثير من الأماكن. لما تستعرض بطاقة صحفي محترف يقول لك جيب لي أيضا تكليف بمهمة وهي حكاية أخرى. أعتقد أنه اليوم يملكها مثل ما قيل بعض السائقين والكثير من الأشخاص الذين لا تربطهم أي علاقة بالمهنة. أعتقد أنه على الصحفيين أن ينظموا أنفسهم وأن يتضامنوا مع أنفسهم ومع بعضهم البعض. هناك حلقة مفرغة في الجزائر يجب أن نتكلم عنها. طيب. الصحفيون مشتتون في الجزائر، لا يوجد ذلك الاتحاد الذي يجب أن يكون بين الصحفيين الجزائريين. أمس في تونس في ندوة صحفية تقدم مسؤول تونسي وقال كلمة على صحفيين زملاء تونسيين من العربية وسكاي نيوز، فانتفض الجميع وخرجوا جميعا من القاعة وقالوا أن هؤلاء زملاءنا ولا يحق لأي كان أن يتكلم عن زملائنا الصحفيين. نحن بحاجة إلى تضامن. النقطة المهمة أنه الصحفيين أن يجب أن يتضامنوا فيما بينهم، أن تكون لهم قوة قرار واقتراح. ما فيش نقابة اليوم، ما فيش نقابة حقيقية للصحفيين، ما فيش يعني شخصيا تعرض إلى الكثير من المشاكل في مسيرتي المهنية. وقفت أمام العدالة، تعرض إلى مشاكل لا تعد ولا تحصى، لم أجد أي عون أو أي مساندة من أي نقابة صحفية. شخصيا لا أؤمن بوجود أي نقابة صحفية في الجزائر ما دام هذه النقابة غير جامعة. نحن بحاجة إلى نقابة جامعة تجمعنا جميعا وتوحدنا جميعا بعيدا عن الصراعات. نعم.